أهلا بكم من جديد أيها الرائعون. قبل بداية الفيديو اضغط على الإعجاب للفيديو واشترك في القناة ثم فعل الجرس لتكون أول من يشاهد فيديوهاتنا. محمد منير من مواليد 28 أكتوبر 1988 في مدينة سلا والمعروف فنيا بالسيمو لجناوي، هو مغني راب مغربي وكاتب كلمات معروف بأغانيه التي يتطرق فيها للقضايا الاجتماعية وجرأته في تناول المواضيع السياسية. ولد لجناوي بأحد الأحياء الشعبية حي الانبعاث بمدينة سلا في 28 أكتوبر 1988، وسبب تلقيب نفسه بلجناوي جاء من خلال تأثره بإيقاع موسيقى جناوة منذ صغره. مر لجناوي بعدد من المهن، فقد سبق له أن كان جنديا في الجيش سنة 2007 قبل أن يتم تسريحه بتاريخ 8 يوليوز 2015. بدأ الراب سنة 2001 مع الجيل الأول من هذا الفن أمثال عود الليل وكامهدي وكابريس وغيرهم، واشتغل مع المغني كاب في مجموعة اسمها أيرمي سلا في عدد من الأعمال. سنة 2011 بدأ الجمهور المغربي يتعرف عليه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وفي سنة 2015 سيقوم بإنشاء قناته الخاصة على يوتيوب. بتاريخ 29 أكتوبر 2019 أصدر كل من لجناوي ولزعر والدجرية أغنية مشتركة بعنوان عاش الشعب، تنتقد الوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب من فقر وبطالة ومخدرات، وتدعو إلى العدالة الاجتماعية. تصدرت الأغنية الترند المغربي على يوتيوب. وقد اختار كل مغني أن يركز في الأغنية على شق معين، لزعر ركز على معاناة عدة طبقات اجتماعية في المغرب، بينما ركز وقد تباينت المواقف تجاه الأغنية حيث خلقت انقساما بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة حول جزئها الثالث الذي احتوى على كلمات تناولت الملك شخصيا. ففي الوقت الذي يجمع فيه كثيرون على تردي الأوضاع الاجتماعية، فإن الهجوم المباشر على المؤسسة الملكية خلق انتقادات للأغنية ما ألزم عدة مواقع وصفحات للتحفظ عن مشاركة رابطها. قامت مصالح الأمن بسلا باعتقاله صباح الجمعة 1 نوفمبر 2019، ونفى المصدر الأمني ارتباط الاعتقال بأغنية عاش الشعب، موضحا أن محمد منير الملقب بلجناوي كان موضوع مذكرة بحث منذ 24 أكتوبر 2019، وأن الاعتقال جاء للتحقيق معه بشأن فيديو بثه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قام فيه بسب وقذف موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة بعدما تعرض حسب روايته إلى اعتداء عندما كان في حالة سكر، ولم يتم استفساره أثناء التحقيق حول مشاركته في تأدية أغنية عاش الشعب على تجربته الخاصة مع الفقر، فيما أرسل والدجرية نقدا صارما للسلطة. وفي يوم 25 نوفمبر 2019 قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ في حق لجناوي لمدة سنة و1000 درهم غرامة ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني. مشاهدي قناتنا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية الفيديو. تشجيعا لنا اضغط على أيقونة الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنتشرف بك ضيفا عندنا.